كمل معاك يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. هخلي بس المسألة دي دلوقتي عشان مش جاية في دماغي، مش عارف ليه. نكمل. رقم 86 بيقول لي A على B equal C على D equal E على F equal A M، يبقى زين A على B في C D في C D كده. طبعا يا جماعة مش كلهم زي اللي قبلها، ده M وده M وده M، يبقى M في M في M في M في M باور ايه؟ M باور 3. تمام؟ في مشكلة؟ تمام. اللي وراها ها بيقول لي ال Y دايركتلي مع الاكس، هيبقى اذا الواي ايكوال اكس، الواي ايكوال ام في اكس، دي الريليشن. تمام. يعني عايز الايه؟ عايز الام. عند الواي بكام؟ الواي ب 2 والاكس بكام؟ ب 4. تمام. يبقى الواي ب 2 ها ام والاكس بكام؟ ب 4. ها يبقى ديفايد 4 وديفايد ايه؟ 4. يبقى الام ايكوال هاف. تمام يا شباب، في مشكله؟ تمام. eighty seven قصدي 88. ها المين اوف ذا فاليو، ها المين بعمل ايه يا جماعه؟ 7 بلس 3 بلس 6 بلس 9 بلس 5 ديفايدد عددهم 1 2 3 4 5 5 ايكوال 7 زائد 3 زائد 6 زائد 9 زائد 5 على 5، يبقى الاجابه ايه؟ 6. تمام يا شباب؟ تمام. ها الرينج بيقول لي رينج اوف ذا فاليو، عارفين الرينج عباره عن ايه؟ جريدست نمبر اللي هو اكبر ايه؟ 1 23 ناقص سمولست نمبر اللي هو كام؟ 15. الاجابه تطلع 8. تمام يا شباب؟ تمام. ها بيقول لي رقم 90 دي حلوه، بيقول لي ايه؟ اكبر واحد 67 ده جريدست فاليو، ناقص سمولست فاليو اللي ما اعرفوش، كل ده قال لي الاجابه بتاعته كام؟ 27. هيبقى عايز اجيب ده، اجيبه ازاي؟ هودي ده الناحيه الثانيه، يبقى النيجاتيف سمولست فاليو ايكوال 27 ماينس 67، يبقى نيجاتيف سمول فاليو ايكوال 27 ماينس 67 ايكوال كام؟ نيجاتيف 40. ها النيجاتيف راحت مع النيجاتيف، يبقى الاجابه تبقى كام؟ سمولست فاليو ايكوال ايه؟ 40. تمام يا شباب؟ واضحه؟ فيها مشكله؟ تمام. ها the most common value of set of individual is called المود، اللي هو اكتر حاجه متكرره الايه؟ المود. تمام. تمام. ها المساله دي بيقول لي the mean of كذا 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 is 13 find k، دي مساله مهمه ساعات بتيجي اصلا مش في اختياري. عباره عن ايه المساله دي؟ عارفين المين يعني؟ بعمل اد على عدد عددهم، يبقى 3k minus 3 plus 3k minus 1 plus 2k plus 1 بلس 2k بلس 3 بلس 2k بلس 5، كل ده على عددهم، محدش يجي يعد من هنا 1 2 3 4 غلط، ما تعدش من هنا، عد المسألة ذات نفسها. أدي 1 2 3 4 5. الإجابة بتاعتهم كام يا شباب؟ 13. هقول له إيكوال، حل عادي، 3 و3 6 و2 8 و2 10 و2 12 يبقى 12 كي نيجاتيف 3 ونيجاتيف 1 نيجاتيف 4 وال1 ده راح مع 1 ده يبقى نيجاتيف 3 عندنا، نيجاتيف 3 راحت مع 3 دي خلاص. يبقى ايه زائد 5 على 5 ايكوال ايه؟ 13. هذا 12 كي بلس 5 ايكوال 5 باي 13 ديفايد 1، 5 باي 13 ديفايد 1، 5 باي ايه؟ 13. يبقى 12k plus 5 equal 5 by 13 equal 65. هذا يروح ناحية تانية، يبقى 12k equal 65 minus 5 equal 60 divide 12 divide 12، يبقى إذن ال k equal 60 divide 12 5 5. يبقى كده يا جماعة بعتنا بكام؟ ب 5. سهلة؟ بكام؟ ب 5. تمام؟ ها اللي وراها بيقول لي ذا رينج اوف فاليو كذا 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 از 8. ها عارفين الرينج جريتست فاليو ناقص سمولست ايه؟ فاليو. طب يا ترى الاي دي جريتست ولا السمولست؟ انا مش عارف، تعال نشوف. هنعتبر الاي جريتست ماينس سمولست مين هنا؟ ال 2. كل ده ايكوال كام؟ 8. هات الناحيه الثانيه، يبقى اذا A ايكوال 8 بلس 2 ايكوال كام؟
10. الإجابة إيه يا شباب؟ 10. تمام؟ ناينتي فور. طب احنا قبل ما نحل التانية يا جماعة تعال نشوف، تعال لو اعتبرنا ان الاي دي اصغر واحد يبقى قولنا نيجاتيف اي، وفي رقم الكبير هنا كل ده ايكوال كام؟ 8. لو اعتبرنا الاي دي اصغر ايه؟ رقم. مين اكبر رقم هنا اهو؟ 7 صح؟ حطيناه اهو، واعتبرنا الاي اصغر ايه؟ اصغر رقم. هنودي الناحية التانية يبقى نيجاتيف اي ايكوال 8 ماينس 7 صح؟ يبقى الاجابة تبقى كام؟ 1. طب هنا في نيجاتيف يبقى الاي ايكوال نيجاتيف 1، لكن هو قال الاي اكبر من 0 يبقى دي ما تنفعش. يبقى اذا في المساله دي ده اثبت ان الاي هنا هو هي اكبر ايه؟ اكبر حاجه. تمام يا شباب؟ فيها مشكله؟ تمام. 94 يا مسهل. ها الستاندرد ديفيجن، عارفين قانون الستاندرد ديفيجن اللي هي السيجما بتساوي ايه؟ اكس ماينس اكس ده باور 2 على عددهم اللي هو عددهم كام؟ 7. يبقى روت 28 على 7 يبقى روت 4 يبقى ايكوال ايه؟ 2. ايكوال كام؟ 2. تمام يا شباب؟ في مشكلة؟ تمام. ها بيقول لي الفانكشن دي يا شباب السكند ديجري، سكند ديجري يا جماعه يبقى انا عايز اتخلص من ده. عايز اتخلص من ايه؟ من ده، عشان ده باور كام؟ 3. طب عشان اتخلص منه لازم اضربه في 0. طب عشان ده يبقى 0 لازم الكي تكون بكام؟ ب 3، لان 3 ماينس 3 بكام؟ ب 0. 0 باي اكس باور 3 راحت، يبقى اذا الكي عرفنا الكي بكام؟ ب 3. سهله جدا. زائد تعال نشوف الام، ها عايزها تبقى سكند. طب هنا مفيش اكس يبقى ليه؟ بس لازم الام تكون بكام؟ ب 2. يبقى زائد ايه؟ 2. يبقى الإجابة تطلع كام؟ 5. يطلع كام؟ 5 مش 2. خلاص؟ لأن إيه؟ أهو عرفنا ده 3 ماينس 3 يبقى 0، 0 باي إكس باور 3 ب 0 يبقى كلها راحت، يبقى كده ما عنديش باور 3، يبقى إذا الكيب كام؟ ب 3 أهي 3. ها الإم هو قال لي سكند ديجري يبقى لازم الإم تكون بكام؟ ب 2. عشان يبقى سكند ايه؟ ديجري. يبقى 3 بلس 2 يجوال ايه كام؟ 5. تمام؟ تمام يا شباب؟ مشكلة؟ تمام. ناينتي سيكس اللي وراه difference between the greatest value and the smallest value is called range. خلاص ده القانون بتاعه اهو، كاتبه لك في تعريف عشان تبقى حافظه برضه. The standard deviation for the value كذا كذا and كذا is zero. Then x plus y the standard deviation the standard deviation for the values 5x plus 2 and كذا is zero. زين عارفين قانون ستاندرد ديفيجن x ماينس x شارت على 2 ديفايدد 7 عددهم ده 1 2 3 4. ماشي فكروني ايه اقول لكم على دي وعلى دي. if all individuals are equal then السيجما اللي هي ستاندرد ديفيجن ايكوال كام؟ 0. خلاص يا شباب يبقى انديفيدوال كلهم ار ايكوال يبقى السيجما بكام؟ ب 0. ويتش اوف ذا فولوينج ريبريزنت فانكشن، ها قلنا الفانكشن كل واحده بتروح لحاجه واحده بس، هنا كلهم راح